والكرامة تحصلت على هالوثائق وهالمحاضر وأحساتهم بالنسبة لولاية جندوبة. وقت اللي صار الإعلان على النتائج في 81 كانت النتائج كما يلي: 95.50 للحزب و 1.90 للاشتراكيين الديمقراطيين. واللي حسيناهم اللي موجودين في الأرشيف الوطني هما الحزب خذا 52% و الحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اخذت 46.3%، يعني مخالفة تماما. الآن سنستمع إلى شهادة والي تونس أنذاك السيد مهذب الرويسي باش يقول كيفاش كان دوره وسيلة بورقيبة وكيفاش القرار تخذى أو كيفاش الأمر سار. إذن لنستمع شهادة السيد مهذب الرويسي. نلتمس منكم مجدداً حضورنا الكرام غلق الهواتف الجوالة، عدم التصفيق، عدم تحريك الكراسي، كما نرجو منكم التزام الصمت التام. شكراً. الانتخابات هذه كثر عليها الحبر كما يقولوا، كتبت عليها الناس ياسر، واحد مشكك وواحد معاها وواحد ضدها، واحد يعني فيها كثير من الحديث. أولا لأن تمتاز كونها أول مرة توقع فيها عدة انتخابات، عدة قوائم، هذه أول مرة في تاريخ الحزب وفي تاريخ تونس، ثاني مرة هي في الحقيقة. أما المهم بعد تجربة الستينات جت هذه. وثانياً أن فيها انتخابات معناها شبه عمومية كاملة، ولكن ينسوا أن في ذلك الوقت قوة الحزب الواحد اللي هو عاش على الساحة كحزب وحيد، كان شعار الحزب ديما في كل حملة انتخابية كانت تفكروه: لا إمساك ولا تشطيب. قوته كانت قوة ضاربة موجودة في جميع أنحاء الجمهورية، ناهيك اللي في تونس 350 شعبة دستورية. في ذلك الوقت، في الوقت هذاك، إمكانيات الدولة وإمكانيات الحزب شيء واحد. وقع خلط كبير ياسر، وكثير من التجاوزات سواء كان منها التجاوزات القانونية أو الدستورية أو الحقوقية كلها جاءت من الخلط. يعني ما هو في مستوى المنطقة مثلا، في مستوى، ما نتكلموش في مستوى الجهة، في مستوى المحلي، في مستوى المعتمدية، يعني إمكانيات المعتمدية وإمكانيات الدائرة الحزبية أو الشعب الدستورية شيء واحد. هو في الحقيقة دستوريا أنا علاقتي عرفي هو وزير الداخلية، ووزير الداخلية له سلطة أخرى الوزير الأول، والوزير الأول في ذلك الوقت، كثير من الناس تغفل، في ذلك الوقت مع المرض الطويل لزعيم البلاد ورئيس البلاد، الوزير الأول كانت عنده قيمة أكثر من جربة. ما ننسوش لا جراند لا لونغ أغوني دو بورقيبة، يعني الوزراء الاولين بعد الباهي الاضرب جاء سي الهدي نويره وجاء سي محمد مزالي، وبعد هذوما كانت عندهم سلطه اكثر من جرمهم. ليش؟ لان حتى مش دستوريه، كان ينجم يستقبل السفراء ويعمل كذا ويسمي ويعمل كذا نظرا للمرض ولنصف العجز اللي كان به الرئيس بورقيبة، بحيث سلطه الوزير الاول عندها قيمه. والوزير الاول في ذلك الوقت هو كاتب عام الحزب والرئيس المشرف الفعلي على الحزب. فيما يخص الرئيس بورقيبة الله يرحمه، الرئيس بورقيبة كان يتابع من فوق. بالنسبة لي هو باش إنسان يجي في آخر عمره يزاحمه ما يقبلوش بورقيبة، هذا مرضيا هيك ما يقبلش يكون يزاحمه في بلاده كما يقول هو وفي تونس، لأنه يعتبر تونس بدعوه قبل الانتخابات بنهارين، نجم يكون من عشرة نهار الجمعة تقريب. في وجودي مع الرئيس قلت له بصراحة، صرحته ما خير نصارحه بالحقيقة ولا بعدين، قلت له ربما ثم احتمال في بعض الأماكن أو في جل الأماكن ثم أن المعارضة تنجح، حاب نشوف أن الماء وين ماشي. قال الرجل أما خير نعلم تو ولا بعدين يقول لي. فهو بعدين عيط المنجي الكعلي أو كانوا موجودين معنا ولا ما نتذكر، المهم سي المنجي الكعلي بصفته مدير حزب، فهمتني، وفي الحقيقة رأوا الجمهور الكبير بتاع الانتخابات هو الحزب. ثانياً سي إدريس دقيقة باعتباره المشرف علي أنا وعلى غير ولاية الجمهورية، وقال أنا ما عندي كان رجال. هل أن يقصد بها هذا
معناها أعملوا فلسيفيكاسيون متاع الانتخابات ولا ما تعملوش. على كل حال هذه الكلمة أنا ما نكذبش وزير الداخلية. وسيلة كانت عندها دور في الحياة السياسية المطلقة في البلاد مهما كان، في الأمور الاجتماعية، في الأمور السياسية، في العلاقات الدبلوماسية، في كل شيء، كانت أن تكون هي رئيس الجمهورية الحقيقي أو الفعلي أو المخبي في ذلك الوقت، وهذه حقيقة يعرفها التوانسة كل، وعشناها سنين طويلة. الدور نتاع وسيلة في الحقيقة كان عندها ككل شيء يهم السياسة، عندها دور في الانتخابات، وربما عندها كان دور فعال في الأول، إلى درجة أن ربما هي تكون من وراء المخلو قوائم أخرى مزاحمة للحزب تدخل المعترك نتاع الانتخابات. وسيلة كانت متابعة الموضوع هذا، وربما كانت متابعة حتى وجود القائمات اللي هي منافسة، تعرف شكون باش ينافس وشكون كذا، ثم حتى قائمات فابريكي دو توت بيس بورنوي البواسون، أما هي القائمة الحقيقية هي تاع المعروفين الديمقراطيين اللي كذا وكذا. الآخرين حملوهم باش نكبروا العرس بلغة أفصح، باش نكبروا العرس. فبعدين وقع تغيير رأي، هي أن كانت الأوريجين تاع، هي كانت في الأوريجين تاع وجود القائمات المزاحمة، فهمني؟ ما ننساوش اللي الناس هذوما اللي زعموا القائمات المزاحمة، وخاصة القائمة المزاحمة الأساسية اللي بها الفائدة اللي هي سياسية وذات صبغة سياسية، هذوما كانوا كتلة واحدة، والكتلة هذه نتاع المؤتمر المستير معروفة، الناس اللي انسلخوا عن الحزب وخرجوا وبعدين خرجوهم وكونوا حاولوا يكونوا أحزاب، زاد ما خلقتش الأحزاب، فهمتني؟ وفيها حتى انتراكتاسيون بوليتيك الموضوع هذا، وأن مثلا لو تجيب كذا كذا من الأصوات أنا نعطيك حزب. بعدين كيف تحركت، كيف يقولوا فيها تحكت الركب وقربت قرب الأجل وكذا، يعني استرسمت الحزمة والاتفاق، ما يلزمنيش الاتفاق، ما يلزمنيش الديتاي هذا الكل. الرئيس بورقيبة لا ما يعرفوش، الرئيس بورقيبة كتب له في مؤتمر الحزب قبل ما يعملوا الانتخابات السابقة، كانت تذكروا ثم مؤتمر استثنائي للحزب وفي قصر المؤتمرات، وعمل فيه خطاب وفيه جملة موجودة فلاش موجودة من هنا للمارش، لا أرى مانعا في وجود قوائم أخرى تنافس قائمة الحزب. هذيك باش دخلت الحكاية هذه كل بك الجملة هذيك اللي انزادت بعد شهر من البروجي متاع الخطاب. من ثم هو برقبة على علم وكذا وحصل أو في باله بها، على كل حال قالها في المؤتمر وصفقت عليها الناس، وش علق هو صفقت الناس وقامت في مؤتمر الحزب قامت، وش قال؟ قال ما فماش الناس تصوت تصفق على باش يدخل لها واحد يعرضها كان حزبيا، فهم الطرح. مدير الحزب سامحوني في العبارة وأنا نحترمه ياسر ربي يشفيه، شاهد عدل أوت، يا كذا كذا هبط حزبك يقول هما تلحيما ومشوش هذا كو، أما باش يشارك في القرار صعيب شوي، قرار حاجة أخرى، قرار بين وسيلة محمد مزالي حتى هو كشاهد والمعارض اللي هي قعدوا يغردوا خارج السرب، السرب كله خرج من المؤتمر المستير، فيه بعض من الناس رجعوا ولوا وزراء ولوا كذا وطلع شنو دخلوا، ثم ناس قالوا لا احنا ما ندخلوش فلان وفلان وفلان، قعدوا في معارضة، جت فكرة ربما حتى هم يدخلوا، قالوا ما ندخلوا إلا بطريقة سياسية، خرجنا سياسيا ندخلوا سياسيا، مش طمعونا بمنصب وزير المشاروع. سي عماد المسيري خذا نصيب أول هو في بعض من مكاتب اقتراع، كما مثلا باب السويقة، كما الحلفويين، كما ناجي الباشا، هذه مكاتب كانت متاع اقتراع هو عند الأولوية، والورقة الخضراء أخذت الأولوية وأعلننا على ذلك، يعني ما ثماش قاع طمس ولا حاجة، اللي هو عنده فيها أغلبية خرجت الأغلبية بالنسب اللي ما أخذها، فهمت؟ بعدين قائمة الحزب بطبيعة الحال المسائل، أولا سي أحمد خرج قبل الوقت، أنا عمل نهارين على أسبوع ولا قداش بتاع عمل انتخابي، ثانيا الأخر إلى بينيفسي دو لاباراي دو بارتي دو ليتا، الاثنين مع بعض ما يمكنش أن يكونوا الاثنين كيف كيف، باش نقيسوا احنا شعبية هذا وشعبية هذا،
أنا كوالي نقول لك هما الاثنين لو تنجحوا ديمقراطيين ما ينجحوش الاثنين. كوالي انتهى الموضوع وفات كل شيء. على قدر عندي المحرار متاع البلاد والمقياس الحقيقي اللي يعير لوبينيون بيبليك عندي. ونعرفهم لوبينيون بيبليك لا هذا لا ناقة ولا جمل فيها. هذا جمله يسوقه الحزب. وهذا جمله تسوقه ماضيه وسياسته ورجل معروف وممتاز وكذا. بمرور الزمن وحتى في ذلك الوقت كنت أعتقد اعتقادا جازما ولا زلت أعتقد اعتقادا جازما أن كانت التجربة كانت تكون حاجة هائلة ياسر لتونس وكانت ترسخ ولو نمشوا قدم متر واحد في نحو الديمقراطية كانت تكون بادرة من أحسن ما يكون وكان يتبدل وجه تونس من ذلك الوقت ما يكونش غير يعني وجه تونس يكون غير الوجه الحقيقي متاعها وما كناش ندخلوا في الهزات والمطبات والهدرات هذه كلها. كانت تجربة بالكدا لو كانت فيها صدقة النوايا وكانت تكون فيها تربية للشعب التونسي وتجربة للشعب التونسي كيفك العمل الاكزرسيس ناجح وراه كناش مشينا وراي خطوات أخرى والانتخابات تكون خير ولا بعد خير ولكن الغل أفسدها من أفسد الدهر لحاجات بسيطة لأمور شخصية ولا تمت لمصلحة البلاد بسلة. Thank you.